تقول انا ولا بيهمني الماضي، ما بهمك، ما بتدور عليه ولا بدور عليه، ما بتسال عنه، عشان اذا بدي احكي عن الماضي انه راح نفتح مواضيع انا ما لي دخل فيها. فخلص انا خالف الراي. اوكي، ما ادور على الماضي وما اعلق الاشياء، بس في اشياء زي ما بتهمك كبيره مهم تعرفي اذا هذا الشخص تقدري تثقي. مثلا مثل شو؟ مثلا لا سمح الله عن شخصيته، ما تكوني متزوجه مع واحد فجاه تكتشفي انه هو طلق لانه كان يضرب مرته مثلا. هذا الشيء مره كبير بالنسبه لي، لانه في نوع ماضي معين تحبي تعرفيه. هذا مهم لانه هذا حكون ابو عيالي يعني. لا، ما هو دائما لما حدا يجي يطلب البنت او هذا بيسالوا عن البنت وبيسالوا عن الشاب من هيدا الموضوع. في ماضي تاني ما بيقولوا الا الشخص نفسه. ايوه، في ماضي تاني صراحه انه كلنا نغلط وكل احد يقدر يتحسن وكل احد يقدر يخرج نفسه من مكان ظلمه، وهذا مو شيء عيب.